هذه النقطة بزاف نهضر عليها في كامل الحصص اللي نفوت فيهم. انا في الاول تروف شغل رفضوني في المسرح بسبب اعاقتي. اوكي داكوغ، سي بوغ سا اللي انا تجات لمواقع التواصل الاجتماعي. يعني هذه كانت في البداية قبل ما تروحي تخرجي في مواقع التواصل. نعم، قبل ما نخرج كامل في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ما يعرفوني كامل الناس، انا رحت ندير مسرح. قالوا لي بلي فوالا مسرح ماشي تاع لي زونديكابي وكامل، كي تكون عندنا مسرحية لذوي الهمم اللي هادو بروتوكولات نحتفلوا بهم حنا في اليوم العالمي ولا اليوم الوطني لذوي الهمم، يجيبوا لي زونديكابي يديروا بهم دي سبيكتاكل. ايا دخلت لي ريزو سوسيو، بعدا الحمد لله دوك عندي قاعده شعبيه واني مارس المسرح.